مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا، حلقات مطبخ المحترفين. اتمنى ان هي تعجبكم النهارده وتحوز رضاكم. النهارده ان شاء الله هنعمل طبق واحد من كورس اللي هو البيف روستو او الروست بيف او اللحمه المستويه في الفرن، متحمره في الفرن. احنا عندنا عرق لحمه، احنا ممكن نجيب روست بيف او عرق تريبيانكو، معانا البوكي جارني او الفونساج بتاعنا او الخضار بتاعنا اللي هو الجزر والكرات، كرفس، بصل والطماطم وشويه صوص او صلصه طماطم، وهنشوف بعد كده هنعمل الصوصات بتاعتها اللي هو صوص الفلفل وصوص المشروم ازاي. واحده واحده مع بعض هنعرف كل حاجه وهنعمل لكم كل حاجه مع بعض. هنجيب بس الاول عرق اللحمه بتاعنا وهنبتدي نربطه. وبعد كده هوت نشوف هنتبله ازاي مع بعض. ادي الخضار بتاعنا او اللحمه بتاعتنا، خدها تحت كده هوت، ناخد دي كده هوت ونقللها، تبقى حاول مسافات مقربة من بعضها. ناخد واحد تاني، ناخد ديت من تحت الطريقة دي، بعد كده ديت خدها تاني، نقرب المسافة شوية، بعد كده هوت نقفلها ونعقدها ونشوف بعد كده هوت نتبلها ازاي. نحاول نقعدها بالطريقة دي قاعدة بس كده عشان ما تتفكش واحنا بنحمرها في الطاسة بتاعتنا. تمام، نجيب بولة ونبتدي نتبل فيها بالملح والفلفل والمسترد. ادي ملح والفلفل، وادي مستردر. بعد كده سنة صغيرة زيت، تترد شوية معلش، ونقلبها مع بعض. بالطريقة ديت بعد كده هو كنا قدامنا نغسل ايدينا ونبتدي نسخن الطاسة بتاعتي. ممكن نتبل العرق دوت من بالليل ونقوم تاني يوم الصبحية نبقى واخدينه ونظبطه ونبتدي نسويه.
اللي هنعمله هنجيب قرق اللحمة هنحمره في الطاسة، ومكان ما هنحمره في الطاسة هنبتدي ناخد الخضار بتاعنا ونحمره ونبتدي نعمل الصوص البني أو البراون صوص. حاجة سريعة، صوص سريع، بالرغم ان الصوص البني عندنا بياخد على الأقل 5-6 ساعات بس للغليان، بس أنا هديلكوا طريقة مختصرة هتطلع تستو حلو. خلي هنا هوت شيل البلانشة بتاعتنا ونضف مكاننا. هي الطاسة كده سخنت، سن الزيت صغيرة، بعد كده هوت ناخد عرق اللحمة ونبتدي نهدي بس شوية كده عشان الصوت بتاعه ما يزعجناش واحنا بنتكلم معاه. خلي دي هنا هو كده، ونبتدي نقطع الخضار بتاعنا. في ناس بتسمي الخضار دوت بوكيه جرنيه، في ناس بتسميه فونساج او الخضار بتاع التحمير، احنا كل طرق واحد بس هي تسميات مختلفة من انجليزي لفرنساوي. بعد كده ناخد دي ونخليهم على جنب، ناخد شوية من دول و ناخد كرات برضو ونسوي بص على اللحمة. والبصل بتاعنا برضو تقطيع خفيفة عشان دي هنحطها في أرضية العرق اللحمة اللي احنا بنسويه. ومعهم طبعا ورق اللور وفلفل الحطب. ناخد برضو الحته دي ليه بنعمل كده؟ هو احنا بنقفل المسام بتاع اللحمه بالكامل علشان نخلي السائل بتاعها او العصير بتاعها ما ينزلش وقت التسويه كله، عشان تبقى طرية وليها طعم. دي الفايدة ان احنا بنقفل او بنحمر اللحمة او بنحمر الفراخ من كل حاجة من كل ناحية. كده اتحمرت معانا من كل حتة. انا متحمر من الحتة ديت
ديت شويه برضو. نجيب الصينيه بتاعتنا وناخد الخضار فيها كله ومعاه شويه فلفل وورق لور ونفتح النار وناخد اللحمه بتاعتنا ننزلها من السائل بتاعها او من الزيت اللي احنا حمرنا فيه بعد كده ممكن نحط شويه ميه صغيرين عليها ونغطيها بورق فويل وندخلها الفرن. ولما تبتدي تدخل في التسوية ممكن نبقى نشيل الغطاء ونقلبها في الفرن. ولغاية لما اللحمة تبتدي تستوي نطلع فاصل ونرجع لكم بعد شوية.